تستمر الأعمال العسكرية على أكبر قاعدة جوية في شمال سوريا، ويستمر الحصار الخانق لمطار كويرس من قبل الثوار. تقتصر عمليات الثوار على المطار المحاصر بالقناصات والسلاح الخفيف، ودك المطار يوميا بعشرات الصواريخ المحلية الصنع وعشرات قذائف الهاون التي تنهال على مراكز تحصين قوات النظام. لكن خلال الساعات القليلة الماضية قام نظام الأسد بإرباك الثوار، وقام بإرسال رتل عسكري كبير باتجاه قرية الجبول التي تبعد عن مطار كويرس ما يقارب 15 كيلومتر كحد أقصى. ما زالت العملية على اقتحام المساكن الضباط على أوجها، والحمد لله رب العالمين أخذنا نقطة متقدمة من المساكن. وأما من ناحية الرتل الذي أتى من ناحية خناصر والمنطقة القبلية من الحرارية، أرسلنا مجموعة لتصدي هذا الرتل وما نستطيع من قوة، وهذا ما يوجد لدينا. لكن السؤال هنا، ماذا سيفعل الثوار المرابطون على أسوار مطار كويرس إن كان الرتل متجها للمطار بعد أن قطع العديد من المحطات، أهمها مدينة أثرية بريف حماة ومدينة خناصر ومعامل الدفاع بريف حلب؟ وجهنا النداء إلى المجالس العسكرية والأركان أن يرسلوا لنا ما يستطيعوا لرد هذا الرتل. وما يوجد لدينا هو الآن إنما الرباط على كلية الحربية، وإنما لا نستطيع صد الرتل كاملة، ووجهنا بعض من المجموعات إليه، وما نستطيع أكثر من أن ندافع عن بلادنا وأعراضنا. لم يصل الدعم اللازم للثوار لصد رتل قوات الأسد أو لتحرير المطار المحاصر، لكن يقاتلون ويصمدون بما تصنع أيديهم من سلاح وعتاد. يستمر الثوار على أسوار مطار كويرس العسكري المحاصر بحصارهم للمطار العسكري، لكن لا يعرفون ما هو مصير الرتل بسبب نقص العتاد العسكري الثقيل لديهم. خالد أبو المجد لأورينت نيوز ريف حلب.